البيئية الذاتية في المدينة ديال العرايش. هذا كيرجع للمجهود اللي كتبذلوه نتوما مع التلاميذ ديال هذه المؤسسة، وأيضا المجهود اللي كيبذلوه التلاميذ أيضا، وهذه طبيعة الحال مفخرة بيئيا هاد النقطة التربوية التعليمية في المدينة ديال العرايش. حنا قررنا في مشروع إيكو شباب، هذا مشروع عندنا اللي خاص بالتقوية ديال قدرات الشباب في مجال تأثير السياسات العمومية المحلية المرتبطة بتدبير القطاع البيئي في المدينة ديال العرايش، واللي معروف اختصارا بإيكو شباب هو الاسم الإشهاري ديالو. فيه واحد المجموعة ديال التدخلات، من جملة هذه التدخلات هو الانفتاح على المحيط ديال الجمعية حاملة المشروع، هي جمعية القصبة نهضة التراث الثقافي للمدينة العتيقة، والانفتاح على المحيط ديالها سواء المحيط ديالها البيئي او المحيط ديالها التربوي. من بين اهم التدخلات اللي عندنا هو واحد المعرض توثيقي لهذا جزء منه فقط، خاص بكبير المؤهلات البيئيه وايضا الاكراهات اللي كتعاني من البيئه في مدينه ديال العرايش، من مجموعه شي 22 طابلو بحال هذا اللي غادي نحاولوا نضربوا به على مختلف المؤسسات التعليميه اللي في المدينه ديال العرايش كامله، في اطار التعريف ديال التلاميذ والناشئه باهميه ديال المؤهلات البيئيه ديال مدينه العرايش او المدينه اللي كيعيشوا فيها او الوسط اللي كيعيشوا فيه. وايضا نحاولوا نعرضوا عليهم واحد المجموعه ديال الاكراهات اللي كيعاني منها هاد اللي كتعاني من البيئه في المدينه ديال العرايش، والتحسيس ديالهم بالاهميه ديال الانخراط ديالهم المبكر في المحافظه على البيئه، وترشيد ايضا استغلال الموارد الطاقيه. نظرا لكون المؤسسه عندها ديجا ان بروجي ديال المحافظه على البيئه وكتشتغل عليه منذ سنوات، فحنا ايضا قررنا في الجمعيه ولا مع فريق ايكو شباب اننا نخرطوا في هذا المشروع هذا وندعموه اكثر. من جمله الانخراط هذا اننا قررنا عرض هذا المشروع كتجربه رائده في المدينه ديال العرايش في احدى التدخلات المهمه ديال المشروع اللي كتعلق بالتدخل الخاص بتبادل التجارب، اللي كانت فيه العرض ديال حوالي 12 تجربه على المستوى الوطني والمحلي، وكانت تجربة ديال مدرسة معاد بن جبل، تجربة اللي تلفت انتباه ديال مكتب الدراسات اللي كان حاضر معنا، وحصلت على تنويه جيد جدا بين التجارب الرائدة في هذا المجال. أيضا قررنا أننا نخصصوا واحد الميزانية من المشروع للتدخل في مجموعة من المشاريع النموذجية للمحافظة على البيئة في هذه المدرسة، هذه من جملتها مشروع اللي عندنا مع السير قنوني ومع النادي البيئي الخاص بترشيد استغلال الطاقة بالمؤسسة، وعلى رأسها الطاقة الكهربائية اللي غادي نحاولوا جميع المصابيح ديال الإنارة إن شاء الله في المؤسسة غتكون مصدر الطاقة ديالها هو الطاقة الشمسية، وبالتالي المؤسسة غتستغنى على ذاك العداد الكهربائي بصفة نهائية، وعلى التكلفة المالية المرهقة ديال العداد. أيضا غادي نحاولوا إن شاء الله نرشدوا ايضا استغلال المورد المائي اللي خاص بالمؤسسه اللي كانت تجربه ديجا بديه، غادي نزيدوا جوج ديال الابار ديال التخزين ديال المياه واعاده الاستغلال ديالها في السقف وما الى ذلك. ومن جمله ذلك ايضا العمليه ديال التحطير اللي خاصه بالنباتات، ومجموعه من التدخلات الاخرى ان شاء الله اللي غتكون هذه المؤسسه هي النموذج ديالها، من جملتها الفكره الرائده بطبيعه الحال ديال احداث مشتل خاص بالمؤسسات التعليميه اللي غيكون خزان ديال المشاتل لباقي المؤسسات في المدينه ديال العرايش كامله. وهذه التجربه صراحه الله غتكون فريده من نوعها على مستوى المؤسسات التعليميه في المغرب كامل، ويا حبذا لو ان المديريه الاقليميه ديال العرايش تنخرط فيها، لان غتعطيها اشعاع ايضا تاع على مستوى المديريات الاخرى في المغرب. مره اخرى شكرا لكم على الاستضافه ديال ايكو شباب في المؤسسه البيئيه الجميله، وحنا ان شاء الله مع ايكو شهاده اول ولا اخر دخول ديالنا المؤسسه غادي نبقاو معكم ان شاء الله، واخا القانون غيمشي بحاله ان شاء الله، غنجبروا اطر تعليميه اخرى اللي غتستمر ان شاء الله معنا. ومن هذا المنبر انا كنت باغي نعنتا الحفل النهائي ديال اختتام مشروع ايكو شباب بطبيعه الحال اللي انتم من الان مدعوين فيه، بقى يكون شويه في الكليه، مرحبا بكم عندنا، وان شاء الله غادي نعطيو العضويه الشرفيه للسي القنوني عندنا في الجمعيه ديال القصبه، وغيكون هو العضو الشرفي، هو غيكون العضو الشرفي رقم 12 في حياه الجمعيه اللي كيوصل العمر ديالها 22 سنه. وشكرا مره اخرى على الاستضافه.